السلام عليكم. اليوم راح نعبي الأنتقاد أوف كندر جيلت، ومثل ما تعودنا راح نقول مقدمتنا قبل ما نبلش. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا نعلم إلا ما علمتنا، فإنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، راح نحكي عن الأنتقاد أوف كندر جيلت. ومثل ما نكون شايفين، بنرجع للأنتقاد. عنا الأنتقاد أوف التانجيلت، هذا بعد ما يولد لك ولد تقدم الانتقاق. الانتقاق عبارة عن استمارة، فينا نقول، او طلب انه يدفعوا لك مصاري كرمال ابنك من الالتانجل. طبعا اللي بألمانيا بيعرف شو قصدي بالالتانجلت او الكنداجلت. نحن رح نعبي طبعا الكنداجلت. طبعا هذا الانتقاق انا عبيته وجهزته كرمال يكون اسرع واهول لكم. هون بتحط أنتقا كنداجلت نما. هذا الكنداجلت نما بتلاقي مثلا إذا جيدك ورقة فيك تلاقي. أنا رح أكبر الصورة. طبعا هي هيك بشايد مثل ما نكون شايفينها، ومثل ما نكون شايفين هون بتلاقي المعلومات كلها. وهي هي طبيعة الالتانجلت. طبعا ما فيني أشر لكم عليها، ولكن هي هي، هذا هو رقم الالتانجلت. هو ببلش من هون من عند الكاجي وبتكمل، او 26 يعني حسب. من عند 26 بظن افضل. ومثل ما نكون شايفين، بنرجع للانتقاق. هو لازم تكتب اشتويا. الاشتويا انه ما في عالم بتسميه طبعا تبع الضرائب او هيك شي، هذا الرقم او التقاعد، مدري شو بيسموه بالعربي، رقم التقاعد في منهم بيسخوله، ولكن هذا هو يعني الرقم اللي مطلوب. هذا بيجيك على ورقة كبيرة وبيكون هيك محطوط على اليمين مربع كتير ظريف. هلا خلونا نبلش بالعنطقة. كون بتكتب رقم التليفون، ولكن اذا ما بدك ما انك مضطر يعني تكتبه. هون بتكتب كم ولد عندك، يعني الانلاقي. الانلاقي رح نحكي فيها هلق بعد شوي، ولكن هلق خلونا بس على الانتقاك. بنرجع ننزل هون. مثل ما نكون شايفين، بتكتب مثلا اسم الام، لانه هي رح تقدم الانتقاك. بتكتب اسم الام لهون، وين ولداني، وين ساكنة، ودي مواليدة وعمرها وهيك. طبعا بعد ما بتكتبه وبتخلص هون بتكتب اذا هن متجوزة او لا. مثلا بتحط هون اذا متجوزة تاريخ امتى تجوزوا، وهون بتجي على القسم الثاني. مثلا بتحط الاب هون، ما في داعي طبعا تعبي الادغسة مرة تانية. بتحط اس بونت او بونت، يعني زي اوبن الثاني بيفهموا منك. هنا بتحط الايبان، وهنا بتحط طبع شباركاس الاسم، وهنا بتحط هذا ال 11 رقم بيسموه هن بي اي سي، بتحطه هون. طبعا هذا ما تشوفه هيك على الطبع، بتختلف بتصير نظامية. رح افرجيكم اياها اخر لقطة الفيديو كيف بتصير. هون مي مهمة، هون ما بتحطوا شي. هون طبعا بس اذا كان يعني مثلا كاتبين لك دي بشايت زول نشت ميا زندن فولجنا بازون سوكشتا سوك زند بعدن. هيا انه مثلا ما يرسلوا لك الورقة لألك، يرسلوا الورقة للشخص المكتوب هون. هون مثلا يعني اذا انت عندك شتوية برادة وما لك فاضي وهيك، او محامي يعني هيك شي. هون رقم 5 راح تكتب الاولاد اللي انت عم تسحب لك انت قلت، يعني انت بس عندك ولدين ثلاثه وعم تسحب لهم كندا قلت. بتكتب نيت هون، هون بتكتب رقم الكندا قلت، وبتكتب فلشه فاميليا كاس. مثلا هون هسن نحن كتب فاميليا كاس هسن، ورقم الكندا قلت مثل ما قلنا ببلش من 26. هو الرقم اللي شفتوه، الرقم اللي شفتوه هون هذا هو 26 1 اف كا 53 54 97. ترجع بتبلش لتحت. هون تحت برقم 6 بتكتب الأولاد اللي انت عم بتقدم لي كنداجل. طبعا ممكن يكونوا ولدين وثلاثة واربعة، يعني ما ضروري يكون ولد شخص واحد، ولكن لكل شخص لازم تعبي له أنلاج. وهي هلق رح نفرجيكم يا آخر الفيديو. هون بتكتب التاريخ، بس أنا كتب تاريخ اليوم 23 3 2020 23 3 2020. بتوقع
المرأة هون والزلمة هون، وبعدين بتعمل لها مثلا أوسط حكم. طبعا هو الأحسن تكبس هون، يعني الأوسط حكم ما بتبين على السوا. شايفين هون الرقم كيف تعبى؟ يمكن انتم ما عم بتشوفوا، لك احاول اقدم لكم اياها. شايفين كيف صار نظام 100%؟ هلق هيك منكم خلصنا الانتقاق، وهلق رح نجي على الانلاغ. طبعا مثل ما انكم شايفين هاي هي الانلاغ، وفوق بتكتب اللي عم بيقدم الانتقاق. الانتقاق شتلنده بعزون، وهي كبرت لكم اياها شوي حتى تصير اوضح. وتحت اشترى هون بتكتب كمان هي الكندجلت نوا، هو الرقم مثل ما قلنا راح يكون هذا هو من عند 26. مثل ما انكم شايفين كاتب لكم هون كاجي نوا، يعني كندجلت نوا. وهلا من ما راح تعبيها، اذا عندك ولدين 3 4 لازم تعبيها لكل ولد. هون بتكتب مثلا عبيت انت 3، بتكتب 1 2 3 يعني، بس نحن هلا عندنا وحده لهيك بنكتب بس رقم 1. طبعا هذا للولد نفس الشيء، بيكون عنده الرقم اللي حكينا عنه هون، مو بس للاب او الام، حتى بيكون للولد. ليش ما عم بيفتح؟ فتح. هذا هو، وهذا لازم كمان تعبوا. يعني بدي اشوف لكم اذا بلاقي لكم صوره كبيره. يعني هو هيك بيجي، يعني هو بيجي بمربع ظريف حتى للولد من بعد ما يخلع شغله 3 جمع بيكون عندكم، يعني اقل من شهر. هون طبعا مثل ما نكون شايفين اسم الشخص فونامك. طبعا هون بتكتبوا معلومات كلها عن الولد، مثلا خالد. هون بتكتبوا مثلا إذا كنيت الولد غير كنيت الأهل، مثلا مثل ما نكون شايفين لازم تكتبوها. وهون تحت بتكتبوا مواليد الشخص، مثلا ممكن يكون والدان جديد، هو أكيد يعني جديد بما أنك عم تقدم له كيندرجلت جديد، بتكتبه هون. هون بتكتب مثل ما نكون شايفين كبوتس أوت، يعني مكان الولادة. وهون بتكتب انه هو مثلا ميلش فايبلش، يعني ذكر او انثى. مثلا بتكتب ام للميلش وفي للفايبلش. وهون بتكتب شتاتس انكوريش كايد زوريش، يعني شو اصله هو سوري. هون بتكتب الانشغفت، ما في داعي تكتبه مثل ما نكون شايفين كاتبين لك انشغفت بن ابفايشن فون انتراك شتلو هيك. يعني هون كاتبين لك إذا عن مكان ما هو ساكن غير مكان الأب والأم بتكتبه. هلا لتحت هون بتكتب إنه إذا الولد أنتوا مثلا ولدكم الخاص ولا متمنينه، ولا أنتوا عم بتطلعوا عليه، ولا شو نوع الولد. يعني إذا أنتوا متمنينه أي ولدكم بتكبسوا على هذول الاثنين أول شيء مثل ما أنا كابس. وإذا متمنينه لازم بقاني هون تختار. وإذا كنتوا مثلا عم تطلعوا عليه، يعني عم بتساعدوه مثلا بجسمه وهيك، بتكبسوا ايد هون، أو مثلا هون إذا متمنينه وهيك. هون بتكتبوا مثلا إذا الولد مو ولدكم وولد شخص آخر، لازم يعني تكتبوا مثلا هون اسمه وعنوانه وهيك. بس نحنا يعني ما كتبنا، بس إذا حدا بده بنرجع نشرح موضوع 100%. هون مكتوب، بدكم تنتبهوا، مكتوب عن جابن فا ان فوليغ كيس كند بتسينكس فازة فا ان كند داس ان كوتس داس اخت سنت ليبن سيا فولند فود سونست فايتا باي بونكت فير. يعني هون بس للشخص اللي عمره 18 او راح يصير 18 او غير هيك لازم تكمل بالنقطة 4. ولهسه راح نكمل بالنقطة 4 لانه مثل ما انتم شايفين هذا بيكون مانا مهم لألكن. النقطة 4 هون عم بيسألوك انه اذا انت قدمت انتقاق على الكندرجل. طبعا اكيد انت راح تحط لا، لانه لو انت مقدم لكان ما رجعت قدمت مرة تانية، لهالسبب بتحط لا مثل ما نحن حاطين. تحت عم يسألوك اذا كنت مثلا عم تعمل تطوعات، يعني اذا بالخمس سنين الاخيرة مشتغل بالتطوع، شو بيسموها التطوع، انه اذا انت متطوع او شي بتكبس. بس بما انك انت يعني لاجئ اكيد لا مانك متطوع، لانيته
غنيته انت يعني شلون بدي اشرح لك انه جيت على المانيا جديد، مو معقول تكون مثلا رايح على الخدمه وهيك. كاتبين لك يعني اذا لا فايت باي بونت زيكس، يعني ما في داعي تعبي شيء هون ونحن ما عبينا. لا سبمر على رقم 6. رقم 6 بنقرا شو مكتوب. طبعا انا قاريه بس اعطيكم مجال لكم حتى انتم تقروه. هون كاتبين لك انه اذا انت مثلا برات المانيا بحق لك تقدم كندا جيلت او شيء، يعني مثلا انت ولدت الولد برات المانيا وبحق لك تقدم له كندا جيلت، وقدمت له عم تقبض وهيك، يعني عم تقبض يعني انت قبضت برات المانيا على الولد وهيك مقصدي. هون لازم تعبي قديش قبضت وشو ومين اخذ المصاري وهيك، يعني لازم تعبي هالمعلومات بس هي ما هي مهمة حاليا. وهذا ما في داعي كمان نشرحه هون، بتحطوا كله لا يعني هون عم بيسألوكم اذا انتوا كنتوا عم تشتغلوا برات البلد، عنكم يعني شركة او شيء، بس هذا كله مو مهم يعني فيك تحط كلن لا. وهون ما في داعي تعبي شيء بما انك حطيتهم كلن لا. وهون علق بنيجي على التاريخ، بتكتبوا التاريخ اليوم اللي انتوا وقعتوا فيه الانتقاك. هون لازم توقع نفس الشيء الام، وهون لازم يوقع الولد اذا كان فوق ال 18، ولكن بما انه تحت ال 18 ما في داعي يوقع. وهيك بنكون نهينا الفيديو عن الانتقاك او كنداجل، وان شاء الله رح نعمل كمان فيديو تاني عن الانتقاك او التانجل. نتمنى منكم تشاهدوا، والانتقاك رح احط لكم اياه بالوصف تحت، فيكم تدخلوا وبتلاقوه وتعبوا للانتقاك، او اذا انتم رايدين فيكم دقيقة نطلع لفوق، فيكم يعني تدخلوا على اي صفحة مثل ما انكم شايفين، بتكتب هون انتقاك او كندا جيلت. طبعا هاي طلعت لحالها فملاغة PDF، تكبس عليها هيك هم بيطلعوا لك كتير، يعني انت حاول تلاقي اذا يعني عم تبحث مثلي، حاول تلاقي abytesagendua.ae، لانه هذول يعني بتكون ما عم بيكذبوا او شيء، يعني صفحة صادقة 100% بقوم بيجيك الانتقاك. طبعا هلا اجاكم عبا لانه انا هون كنت فاتحه، وشكرا لكم.